تشكيلة بكل تأكيد مهمة في هذه المباراة أمامك محمد فتيل، وبكل تأكيد مباراة من الأبدا. الهيدوس بعد من واحد داخل المنطقة خطيرة أخيرا إلى خارج الملعب. عقب الهيدوس لاعب خطر، لاعب يسجل، لاعب مهم جدا، ولاعب على فكرة سجل هدف التعادل في المباراة الماضية مع المنتخب العماني. مع فتيل هنا حاول توصل ناحية اليسار للمنتخب القطري، خالد بحاول عد تدخل، حاول توصل ناحية اليسار للمنتخب القطري، خالد بحاول عد تدخل. كانت في تلك المباراة أقصد عشان نكون واضحين، هنا الآسيوي الأفريقي، أما فوز عمان على كوريا ملعب بشكل جيد، الاثنين ثقال، الفتيل هناك قلب الدفاع النابض والقلب الذي يعطيك الثقة الكبيرة جدا لهذا الساحة، يلعب على هجمة في محاولة العبور حكم يقول له أناس يا سلام، يعجبني اللاعب على طريقته أيضا، أرضية الملعب بين اللاعبين بالذات المحاول والارتكاز شيء جميل جدا للأقل يقفل، وفيها ثقة أكبر وفيها جماعية. فتيل نص الملعب إبراهيم غالي، شوف لما أقول لك في ثغرة موجودة في العمق حتى الآن يمكن إحنا يعني بعيدين شوي عنها، يعني أتمنى التركيز عليها من قبل المدرب، أتمنى نركز من العمق لأنه واضح إنه ممكن إنك تسجل جول ثاني عن طريق اللعيبة. بكل تأكيد كرة سريعة مرتدة فتيل، يحضن على الكرة فتيل، برافو إلهم كرة، لا تحتاج إلى اختراع ولا تأليف أبدا، نبقى 3 نقاط كيفما كانت. في جمل يعني عملناها وضيعنا فرص، شوف المنتخب القطري نحاول نقفل، نحاول نلعب، شوف المنتخب القطري يلعب على مرتدات سريعه، لا ننسى الامور الخلفيه، شعار نشيل الكوره على طول، يضرب بالاطراف بالكرات الطويله، بتفيد من مساحات من عند سلطان ومن عند احمد عكاش، وبالذات من سلطان الان من اصعب اللحظات بصراحه، ولكن كما ذكرت لكم انه التعادل انتهت المواضيع بشكل كبير جدا، يعني جدية أكثر. المنتخب القطري أخطر، العرضية محاولة تركيز ترجع مرة أخرى، عسيري بيشيل وفرص، ولكن شوف الكرات والفراغات اللي بيلعب عليها المنتخب القطري، الكرات المرتدة فيها خطورة، بيحاول يلم، رجعت سليمة، قد تضرب معاك بكرة التعادل، ولكن حتى التعادل غير مفيد بصراحة.